قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. حسام فارس. حسام فارس فنان شاب قدر ان هو يتألق ويبدع في الأعمال الفنية اللي قدمها. بسبب موهبته قدر انه يقنع كبار المخرجين واللي ضموه لأهم الأعمال الفنية اللي تقدمت في الفترة دي. وبرغم انه فنان ناجح إلا انه أعلن بانه اتظلم هو وأبناء جيله لسبب مهم جدا هنوضحه لحضراتكم في حلقة النهاردة، وهنتكلم كمان عن مشواره الفني وعن حياته الشخصية، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. حسام فارس من مواليد محافظة الجيزة في 16 أغسطس سنة 77 لعيلة كل أفرادها مهندسين، فطبعا كانوا مخططين إن ابنهم هو كمان يبقى مهندس، بس اللي حصل كان عكس كده. وبداية ابتعاده عن الهندسة كان من الإعدادي لما دخل فريق التمثيل المسرحي وبدأ يتمرن على التمثيل ويعرض أعمال مسرحية في النشاطات المدرسية، لحد ما حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وده الوقت اللي حس فيه إنه لازم يبقى ممثل مش مهندس. بعد ما خلص الشهادة الثانوية قدم في كلية الهندسة، وده كان إرضاء لرغبة أسرته، بس في نفس الوقت قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية وفضل يدرس في كلية الهندسة نص ترم أو بالتحديد لحد ما ورقه اتقبل في معهد الفنون المسرحية. وطبقا لقوانين المعهد كان لازم يختار يا إما يدرس الهندسة يا إما يدرس التمثيل علشان ما ينفعش يجمع بين دراستين، فطبعا اختار التمثيل وساب الهندسة للأبد. لما دخل المعهد بدأت رحلته مع الفن، فشافه المخرج محمد فاضل وأعجب بموهبته جدا اللي كانت محتاجة بس شوية خبرة، فطلب منه ان هو ينضم لفريق عمل مسلسل العائلة والناس مع مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم محمود مرسي اللي بيعتبره قدوته هو وأحمد زكي، ومنها انطلق للفن والتمثيل وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية اللي أغلبها كانت مسلسلات. فبلغ إجمالي أعماله اللي قدمها من أول ظهور لحد تاريخ إذاعة الحلقة حوالي 80 عمل فني قدم فيها أدوار وشخصيات كتيرة زي أخو البطلة أو الشاب اللي بيحب بنت البطل وشخصيات تانية كتير. الملك فاروق في مسلسل ملكة في المنفى، دي الشخصية اللي قدمها عن السيرة الذاتية للأسرة العلوية وآخر ملوك مصر الملك فاروق، وقدر انه يقدمها بصورة مختلفة عن الاعمال اللي تقدمت عن الملك فاروق. ومن الاعمال اللي قدمها الفنان حسام فارس عباس الابيض، مشرفة رجل لهذا الزمان في دور حسن مشرفة، هي ودافنشي، فيلم البرنسيسة، رسائل، مملكة الغجر، ابن موت، الامام الغزالي. وبرغم انه نجح في الادوار اللي قدمها الا ان ليه تصريح وصفه البعض انه صادم جدا، فقال ان هو وابناء جيله اللي ظهروا في بداية الالفية الجديدة يعتبروا اكتر جيل اتظلم في الوسط الفني، لان الفترة دي كانت بداية ظهور المحسوبية والوسايط في الفن والتمثيل، وده الامر اللي خلى مواهب كتيرة تتصدم من الواقع اللي هي فيه وتعتزل التمثيل نهائي، بس ده الامر اللي هو مقدرش يعمله. كمان الفنان حسام فارس يتمنى يقدم اعمال عن الحارة المصرية اللي هو بينتمي ليها، وقال ان في اعمال قدمت الحارة الشعبية بس بصورة غلط، لان الحارة ما فيهاش بلطجية طول الوقت ولا فيها شباب مستهتر طول الوقت، فحابب ان هو يقدم الشخصية الصح على حسب ما شافها وتربى عليها. اما عن حياته الشخصية فهو متزوج من خارج الوسط الفني، عنده بنت وولد هما مايا وسيف، ربنا يخليهم له. برأيك عزيزي المشاهد، هل فعلا الفنان حسام فارس اتظلم هو وابناء جيله، ولا انت شايف حاجة تانية؟